كشفت مصادر سياسية يمنية وغربية خاصة أن هناك رغبة لدى عدد من البعثات الدبلوماسية العربية والدولية في إعادة فتح بعثاتها من عدن بعد سنوات من مغادرتها عقب اندلاع الحرب في اليمن واتخاذها من الرياض وعمان مقرا لها. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن بعض البعثات تدرس إعادة افتتاح كامل في عدن، فيما يميل البعض الآخر إلى أن يكون هناك تدرج في خطوات الفتح وفقا لما قد تكشف عنه الأوضاع الميدانية، حيث بعثت عدة دول معنية وفودا مختصة إلى عدن لتقييم الوضع فيما يخص العديد من الخدمات وتوفرها مثل بيئة الإسكان والعقارات والخدمات الفندقية والصحة، لا سيما جودة المستشفيات والرعاية الصحية، فضلا عن المدارس والجامعات والبنوك والماء والكهرباء وغيرها. مصادر حكومية وغير حكومية يمنية شاركت في بعض هذه اللقاءات ذكرت للعربي الجديد أن تلك الوفود أبدت رضاها عما لمسته وخلصت إلى أن الأوضاع في عدن أصبحت مهيئة للعمل وباتت قادرة على القيام بدورها كعاصمة للبلاد وانطلاق العملية السياسية منها واحتضان البعثات وتسهيل الحركات الدبلوماسية وتلبية احتياجات بيئة عمل البعثات وموظفيها.